حل عيد الفطر المبارك وحل اسمعه الذكرى السنوية لليوم العالمي للصحافة هنا بمقر ولاية غردايا، التقت جموع المسؤولين وممثلي المجتمع المدني الغرداوي في يوم التغافر هذا. أن نحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعم، وهي نعمة الوئام ونعمة الأمن ونعمة الطمأنينة التي شهدها شهر رمضان، وكذلك الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بحيث تبادلوا المواطنين التهاني والتبريكات في جو فرح وأمن وطمأنينة. يوم التغافر كان فرصة لتلاقي الشيوخ ووجهاء الولاية وبعث رسائل الطمأنينة في أجواء أخوية. قدم بحر التهاني لكافة الشعب الجزائري ولأبناء غردايا، وإن شاء الله صمنا بالصحة ولهنا، إن شاء الله غفر الله لنا وللجميع. تحياتنا لكل سكان هذه الولاية الطيبة. الحمد لله، هذا عيد الحمد لله جمعية المسلمين كانت حاضرة متسامحة متفاهمة، ما خص حتى خير. العالمي للصحافة وحرية التعبير، تهنئة لكافة الشعب الجزائري وللإعلاميين، وتبقى للصحافة رسالة سامية وهي ذات خلق كريم، فتهنينا مرة أخرى لكافة الإعلاميين هنا في ولاية غردايا. إذن أجواء أخوية رائعة نعيشها اليوم في مقر ولاية غردايا بمناسبة إحياء عيد الفطر المبارك وإحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة. كما قلت، أجواء أخوية رائعة يسودها التسامح ولم الشمل بين كل أبناء الولاية. هكذا ولاية غردايا والسلطات المحلية تحيي ذكرى عيد الفطر والذكرى السنوية لليوم العالمي للصحافة في أجواء أخوية يسودها لم الشمل.